بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا خيول الهمة حلقي بلا جناح، فخطانا إن سلكنا رحلة العمر كفاح. يا خيول الهمة حلقي بلا جناح، فخطانا إن سلكنا رحلة العمر كفاح. كم لهذا الدين أطلقنا قيودا وجماح، إنه الغيث إذا هبت أعاصير الرياح. كم لهذا الدين أطلقنا قيودا وجماح، إنه الغيث إذا هبت أعاصير الرياح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح، واستقري في المعالي أمة الحق الصراح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح، واستقري في المعالي أمة الحق الصراح. رحلة العمر كفاح في كفاح في كفاح، دربنا المأمول في عمق الليالي والجراح. رحلة العمر كفاح في كفاح في كفاح، دربنا المأمول في عمق الليالي والجراح. واثبتوا العاثر تؤذن بلا جل الصباح، فبلوغ النصر يأتي وقت ما فك السراح. واثبتوا العاثر تؤذن بلا جل الصباح، فبلوغ النصر يأتي وقت ما فك السراح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح، واستقر في المعالي أمة الحق الصراح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح، واستقر في المعالي أمة الحق الصراح. رحلة العمر كفاح في كفاح في كفاح، دربنا المأمول في عمق الليالي والجراح. رحلة العمر كفاح في كفاح في كفاح، دربنا المأمول في عمق الليالي والجراح. نصر مؤمن مراغم عزمه بان ولاح، فجهاد النفس أكبر من جهاد بالسلاح. نصر مؤمن مراغم عزمه بان ولاح، فجهاد النفس أكبر من جهاد بالسلاح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح، واستقر في المعالي أمة الحق الصراح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح، واستقر في المعالي أمة الحق الصراح. رحلة كفاح في كفاح، دربنا المأمول في الليالي والجراح. رحلة العمر كفاح في كفاح في كفاح، دربنا المأمول في عمق الليالي والجراح. جيلنا جيل رياد لا غثاء وزيادة، نعمر الأرض بناء ونقاء وصلاح. جيلنا جيل رياد لا غثاء لا زيادة، نعمر الأرض بناء ونقاء وصلاح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح، واستقر في المعالي أمة الحق الصراح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح، واستقر في المعالي أمة الحق الصراح. رحلة العمر كفاح في كفاح في كفاح، دربنا المأمول في عمق الليالي والجراح. رحلة العمر كفاح في كفاح في كفاح، دربنا المأمول في عمق الليالي والجراح. أنا بستاني في قلبي يملأ صدرا شراح، ذكر مولاي إلهي في غدو والرواح. أنا بستاني في قلبي يملأ الصدر انشراح، ذكر مولاي إلهي في غدو والرواح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح، واستقر في المعالي أمة الحق الصراح. بل سنمضي لا نبالي هكذا الظلم يزاح، واستقر في المعالي أمة الحق الصراح. رحلة في كفاح، دربنا المأمول في عمق الليالي والجراح. رحلة العمر كفاح في كفاح في كفاح، دربنا المأمول في عمق الليالي والجراح. هل تشعر بالقلق بسبب قرب الاختبارات؟ لا تقلق، فهذا أمر معتاد ومتوقع، بل ربما يكون مفيداً لتحفيز النفس على الاجتهاد ما لم يصل إلى حد التشويش. فتوكل على الله
واجتهد قدر المستطاع، ولا تنس يوم الاختبار أن تذكر الله كثيرا، أن تلتمس رضا والديك ودعاءهما، أن تحافظ على أذكار الصباح والأدعية اليومية، خاصة دعاء الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أن تأخذ الأدوات المطلوبة، فإذا دخلت قاعة الامتحان وشعرت أنك نسيت جميع ما ذكرته فلا تقلق، هذا شيء طبيعي، والذهن يستدعي المعلومات المطلوبة عند الحاجة إليها، فأنت لا تستطيع أن تسرد أسماء كل من تعرفهم في لحظة واحدة، لكن بإمكانك أن تذكر أحدهم بمجرد رؤيته، وهكذا المعلومة فغالبا تذكرها عند رؤية سؤال. ليس للاختبارات أدعية محددة، لكن هناك أدعية تناسبها، مثل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اهدني وسددني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واحذر الغش فإنه مضر بالدنيا والدين. وبعد الامتحان لا تنشغل بمراجعة إجاباتك، واشتغل بامتحان اليوم التالي، وإن تذكرت خطأ فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل.